أكلمكم يا رب. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله قضيتوا عطلة عيد بخير وشحنتوا البطاريات منيح، لأنه هلا عندنا فترة وظائف بعد امتحانات، بدنا تكون الهمة عالية. نرحب بالطلاب اللي انضموا لنا، في عنا باسمة، راما، طارق، رنيم، منير، عبد المؤمن، جورجينا ومهند. أهلا فيكم جميعا. وصلنا اليوم للجلسة الخامسة من مقرر التسويق الخدمي. أبدأ، في أي تساؤل بخص الجلسات السابقة أو بخص الوظيفة؟ شو أخبار الوظيفة؟ بلشنا؟ في صعوبات؟ في أسئلة؟ بتمنى إذا في تساؤلات تطرحون مشان تعمل فائدة، يسمعوها الكل ويعرفوا جوابها. لسه ما إجا دورة؟ شو قصدك؟ لسه ما بلشت؟ ها، الأسبوع الجاي خبالي عم تجمع لي اياهم. بس اللي بدي أكد عليه، طلاب رجاء تبلشوا بالوظيفة وتشتغلوا فيها، لأنه الوقت حرامي، يعني ما بتشوفوا إلا الوقت سرقكم، فحاولوا تشتغلوا فيها بأسرع وقت ممكن. طيب، طالما ما في أسئلة على الوظيفة رح نبدأ بمحاضرتنا اليوم. إذا اليوم الجلسة الخامسة، عنوانها موضوع تصميم عمليات ومعايير الخدمة. اليوم رح نتناول موضوع كتير مهم وجديد عليكم، كيف نصنع مخطط لعمليات تقديم الخدمة. إذا بمحاضرتنا اليوم رح نحكي عن مفهوم مخطط الخدمة، يسمى بالإنجليزي بلو برينت. أهلا هديل. رح نحكي عن خطوات بناء مخطط الخدمة، أهمية البناء المسبق لمخطط الخدمة، إعادة تصميمه. أحيانا المخطط لا يكون ناجح أو فيه مشاكل وملاحظات، فإننا نقوم بعملية إعادة التصميم. رح نشوف كيف. ما هي الأهداف من إعادة التصميم؟ طرق إعادة التصميم. سنتحدث في النهاية عن معايير أداء الخدمات، حيث المفهوم كيفية تطويرها. طبعا من وجهة نظر العميل رح يكون الكلام. دوما في التسويق خذوا قاعدة، العميل هو مركز اهتمامي، فبالتالي معظم معاييري، معظم مقاييسي توضع من وجهة نظر العميل. آخر شيء رح نحكي عن أنواع المعايير أيضا من وجهة نظر العميل. نبدأ بموضوع تصميم الخدمة. هلأ تقديم أي عملية خدمية هو عملية بتمر بمراحل. يعني بعطيكم مثال، انتم لما سجلتوا اول السنه على الجامعه، رتبوا لي المراحل اللي تمت فيها عمليه التسجيل. اكيد مريتوا مرحلتين او ثلاثه حتى حصلتوا على البطاقه اللي بتثبت انه، او على الوثيقه اللي بتثبت انه ترفعتوا للسنه الاعلى او سجلتوا. هاتوا لشوف شو كانت المراحل. على فكره الجامعه الافتراضيه بحاجه لتبسيط اجراءات، أتوقع كطلاب بتوافقوني رأيي. بتمنى من كل التجاوب لما بطرح سؤال، هذا سؤال بسيط. إذا أول شيء بيطلب منك تسجيل إلكتروني، تسليم الأوراق الثبوتية، متى تأتي عملية الدفع؟ بعرف أدفع بالتي هي أحسن مرحلة متقدمة. تسجيل تقديم الإيراد بعد التسجيل على المواد. إذا فهمت عليكم منيح، المراحل كالتالي: تسجيل إلكتروني، ما بعدين تقديم، بتسجيل إلكتروني بتقدم بياناتك، بعدين بتقدم الأوراق الثبوتية، بعدين تختار المواد وبتدفع. بعد ما تدفع لا تتفعل المواد، ما بتتفعل المواد وما بحق لك تدخل على الجلسات التزامنية إلا إذا دفعت. تمام. هلا
بموضوع الدفع، سمعت مرة أحد الطلاب عم يقول في جزء بده يندفع بالوزارة، في جزء بده يندفع على الحساب المصرفي التجاري. هل في تعقيد بالإجراءات أنتم خاصة المقيمين برا؟ لا، كله تحويلات مصرفية. طيب عظيم، خلونا نحكي عن الإيجابيات. إذا العمليات سهلة وميسرة، كتير حلو هالكلام. وأنتم المقيمين بالخارج بتبعتوا سكانر عن وثائقكم للجامعة، صح؟ يعني ما في داعي لتبعتوا حدا يسلمها باليد كنسخ ورقية. شو؟ طيب أوكي. إذا لاحظتوا، أنا إذا المخطط لخدمة في نسخ ورقية بيبعتوهم باليد على صورة في نسخ ورقية، تمام. أها، لحتى يحتفظوا فيها بالأرشيف. يعني بس القرن 21 بيبعت لك إياها سكانر وأنت بتطبعه وبتحطها بالملفات عندك. والشهادات من السهل التحقق فيها اليوم، التحقق منها. خلص بالمستقبل رح نبسط لكم الإجراءات. هلا اللي بدي أفهمكم إياه من هالمثال اللي أعطيناه إياه، إنه أي عملية تقديم أي خدمة فيها مراحل. بكل مرحلة، حتى أرسم مخطط الخدمة، بكل مرحلة لازم أحدد الآتي. أول شيء لازم أحدد مين الشخص اللي بالفرونت أوفيس أو أون ستيج اللي بده يتعامل مع الزباين أو العملاء والمسؤول عن هالمرحلة. تاني شيء بدي أحدد وقت تنفيذها، قديش المدة المتوقعة لإلها. ثالث شيء بدي أحدد الدليل المادي المرافق لإلها، مستلزماتها. هيك بنتقل من خطوة لخطوة لأوصل للمرحلة النهائية. بعطيكم مثال، دخولك لمطعم. المرحلة الأولى حدا يستقبلك على باب المطعم. لما بتروح على المطعم هذا اللي بيصير معك، حدا بيستقبلك، أهلا وسهلا أستاذ، أهلا وسهلا مدام. كم شخص؟ يفترض 6 أشخاص بيقودك لطاولتك. إذا هي المرحلة الأولى، أنا بحدد بالمطعم مين الجراثيم المسؤولين عن استقبال الزبائن، بحدد 1 أو 2 أو 3 حسب اتساع المطعم. فهني بيكونوا عينهم على الباب، كل ما دخل زبون بيروحوا فورا باتجاهه، بيرحبوا فيه، بيوصلوه لطاولته. إذا المرحلة الأولى استقبال الزبون وإيصاله إلى الطاولة. المرحلة الثانية بتكون جرسون تاني بيجي لعندك، أهلا وسهلا أستاذ مدام، بيقدم لك المنيو، شو بتحبوا تطلبوا. الخطوة الثالثة استقبال الطلبات وإيصالها للمطبخ. الخطوة الرابعة تقديم الطعام. الخطوة الخامسة الحساب وتوديع العميل وإيصاله حتى باب المطعم. فبكل مرحلة أنا بقول مين المسؤول، شو الدليل المادي المرافق. يعني مثلا بمرحلة الحساب، شو الدليل المادي المرافق؟ هات لشوف شو طالبتكم. الفاتورة، والأهم من الفاتورة كيف بدك تقدم الفاتورة. في مطاعم بتقدمها بغلاف جلدي أنيق، في مطاعم بتقدمها بقارورة زجاجية. عم يتفننوا اليوم، في ناس بيقدموها بسلة، فبيتفننوا لك. هذا جزء من الدليل المادي المحيط بعملية تقديم الخدمة. إذا عم يقول لك القيام بتصميم الخدمات عملية صعبة لأنه في عدة مراحل. بدي أعرف شو الخدمة الجوهر، وبدي أعرف شو الخدمات التكميلية المحيطة فيها، وكيف بدي أقسم عملية تقديم الخدمة إلى مراحل. كل مرحلة هناك شخص مسؤول عنها وهناك دليل مادي مرافق لها. بيسألكم سؤال، ليش سموا مخطط دليل العمليات أو مخطط الخدمة سموه بلو برينت؟ مين بيعرف؟ الطباعة الزرقاء. برأيكم ليش؟ لماذا بلو؟ في حواليكم مهندسين؟ شباب صبايا انتم معي؟ يا حبايبي يا حلوين، نفسكم جاوبوني حتى لو بلا. معك معك، الله يكون معكم. جاوبوني لا لا، مع المذكرة عادي.
حواليه مهندسين بيشوف انه بيرسموا الكروكيه، بيرسموا تصاميم هندسيه سواء كان مهندس مدني او معماري او باستخدام ورق ازرق، فبيطلع المخططات بلو زرقاء. تمام، فهذا اللي بيستخدموه هذا ورق النسخ الأزرق، فبتطلع المخططات الهندسية عادة بتطلع لونها أزرق، فصار تيرم، صار مصطلح متعارف عليه، بلو برينت، سيرفيس بلو برينت يعني مخطط تقديم الخدمة. مفهوم مخطط تقديم الخدمة أو مخطط الخدمة هي أداة تصف عملية تقديم الخدمة، ما هي النقاط أو المراحل، الدلائل والشواهد المادية من وجهة نظر العميل، يعني اللي بده يشوفها العميل، اللي بده يحسها العميل. تزودنا مخطط الخدمة بعملية تقسيم الخدمة إلى مجموعة أجزاء ومكونات منطقية ومراحل، وفي كل مرحلة نوصف شو المهمة، شو الخطوات الخاصة بها، من سينفذ هذه المهمة، وما هي الدلائل المادية المرتبطة بها. إذا الفكرة تقديم الخدمة لمراحل، وكل مرحلة تحديد المسؤول وتحديد الدليل المادي. وضحت الفكرة عندكم؟ حاطين لك هون مثال. هلا تخيل معي، انت دخلت على بنك، تمام، دخلت على مصرف، في عندك 3 خطوط لازم اخذهم بعين الاعتبار لما برسم مخطط الخدمة، مراحل مختلفة لاداء الخدمة. في خط اسمه خط التفاعل، في خط اسمه خط الرؤية، وفي خط اخير اسمه خط التفاعل الداخلي، مهمين جدا ركزوا لي عليهم. خط التفاعل بالتعريف هو الخط الفاصل بين العميل وبين العاملين بالمكتب الامامي، يا بنسميه فرونت اوفيس، يا بنسميه عفوا اون ستيج اكشن. اون ستيج يعني تستخدم هذا الترم، يستخدم بالمسرح، انه اللي واقف على خشبة المسرح يعني شايف الجمهور، وباك ستيج يعني اللي بالباك اوفيس اللي ما بيشوفه الجمهور. انتبهتوا؟ بالبنك، اول ما بتفوت على البنك، خط التفاعل هو اذا بتلاحظوا معظم البنوك بتستخدم هذا الاسلوب، هالواجهة البلورية هاي اللي بتحطها مع اللي بيقعد وراها الكاشير، الموظفين اللي بدهم يلتقوا مع الزباين، المستشارين. فانت بتوقف وقدامك الموظف وتطلب منه يا ايداع، يا سحب، يا عملية، يا اقراض، يا ايا كان. اذا عمليتك بدها اجراءات كتير بيستدعوك لمكتب مستشار، بتقعد وهو قدامك. هذا الخط الفاصل بينك وبينه اسمه خط التفاعل، اذا بينك كعميل وبين مقدم الخدمة اللي موجود بالفرونت اوفيس بالمكتب الامامي. خط الرؤية هو اخر نقطة انت بتشوفها، يعني هي بين العاملين من المكتب الأمامي والعاملين من المكتب الخلفي. أنت بتشوف مكتب أمين الصندوق لما بتسحب من البنك، أنت بتشوف مكتب المستشار، بس أنت ما بتشوف مثلا الخزنات، صح؟ بالمكاتب الخلفية في أجزاء توضع فيها خزنات، خزائن البنك توضع فيها الأموال. يا ريت فينا نشوفهم، شو رأيكم؟ فقط في اي بي يعني اللي عندهم مستأجرين خزائن او بدهم يسحبوا مبالغ كتير كبيرة بينزلوا لهذه الغرف السرية تحت بالباك اوفيس. ان شاء الله شي مرة بنروح على الباك اوفيس نسحب هيك مبالغ كبيرة، شو رأيكم؟ مثلا قسم المحاسبة، قسم الارشيف، في كتير اقسام البنك انا ما بشوفها ابدا، كلياتها هي موجوده شو بالباك ستيج اكشن او بالباك اوفيس. فالخط الرؤيه يفصل اذا بين العاملين بالمكتب الامامي والعاملين بالمكتب الخلفي. صحيح مهند، الخزنات بنشوفها بس بالافلام بعمليات السرقات. طيب نيجي لخط التفاعل الداخلي، هو الخط الفاصل ما بين العاملين في المكتب الخلفي مثل ما حكينا محاسبة، أرشيف، خزائن، وبين عمليات الدعم. بحالة المصارف عمليات الدعم مثلا
في شركات أمن خاصة هي اللي بتنقل الأموال من المصرف المركزي أو من الخزائن الكبرى للفروع. هي عمليات دعم لوجستي، هي بتجي بعد المكتب الخلفي، هي دورها فقط دعم لوجستي. الخط الفاصل بين العامل بالمكتب الخلفي وعامل بالدعم هو بنسميه خط التفاعل الداخلي. وضحت الفكرة؟ حتى أتأكد إنه وضحت الفكرة يا صبايا ويا شباب، ناخذ مثال تاني. بالفندق، قلوا لي ما هو خط التفاعل بيفصل بين مين ومين؟ الزبائن والموظفين، إيه العميل والموظفين بالاستقبال، والموظفين بأشكال مختلفة الموجودين اون ستيج بالمكتب الأمامي. يعني خط التفاعل بيفصل بين العميل والعامل اللي بيحمل حقائبه، الموظف الاستقبال اللي بيحجز له، صح؟ الموظف اللي بيقوده لغرفته بيسلمه المفاتيح. خط الرؤية، شوف شوف وشو ما بشوف، شو هي الأفعال الموجودة بالباك أوفيس؟ أنا ما بشوفها، بس هي مهمة مشان الخدمة الفندقية. مثلا برافو عليك عبد المؤمن، كل أعمال المطبخ والطهي وإعداد المشروبات والأطعمة ما بشوفها أبدا أنا. كل شيء بخص التنظيف، صح؟ في غرف كاملة للتنظيف وتجفيف الشراشف والبياضات وملابس العملاء ما بشوفها. غرف الإداريين، المستودعات، كل شيء بخص الغسيل والكوي، تمام، برافو عليكم. إذا خط الرؤية هو اللي بيفصل بين الموظفين اللي بتفاعل معهم والموظفين العاملين بالمكتب الخلفي، الأقسام الإدارية أيضا بالباك أوفيس. خط التفاعل الداخلي هو بين الباك أوفيس والدعم، يعني سيارات الخضرة اللي بتجيب لمطعم الفندق مستلزماته أنا ما بشوفها، عمليات توريد المنظفات أنا ما بشوفها، هي عمليات دعم. خط التفاعل الداخلي إذا يتم ما بين العاملين بالمكتب الخلفي، الأقسام الإدارية المختلفة، وعمليات الدعم اللي بتزودها بالدعم اللوجستي من أجل إتمام العمل الفندقي على أكمل وجه. ممكن يجيكم السؤال، بما أنه الأسئلة مؤتمتة، ماذا نقصد بخط التفاعل؟ ماذا نقصد بخط الرؤية؟ ماذا نقصد بخط التفاعل الداخلي؟ أو يجيكم السؤال بطريقة معاكسة، الخط الفاصل بين الأفعال العاملين في الواجهة الأمامية وأفعال العاملين وراء الواجهة يسمى خط الرؤية. الخط الفاصل بين أفعال العميل وأفعال الواجهة الأمامية خط التفاعل، تمام؟ فركزوا لي على مكونات خريطة الخدمة، وهي الخطوط الثلاثة. منظور آخر للخريطة، عم يقول لك العميل مع العاملين بالواجهة الأمامية سميتها خط تفاعل، العميل بالواجهة الأمامية مع العاملين بالواجهة الخلفية، هو في خطأ بالشكل شوي، خط رؤية. العاملين بالواجهة الخلفية مع موظفي الدعم سميناها خط التفاعل الداخلي. في البعض بيضيف خط اسمه خط التنفيذ، هذا بيفصل بين موظفي الدعم والخدمات الإدارية المركزية. بهذا الشكل إذا أضافوا خط اسمه خط التنفيذ، بيفصل بين موظفي الدعم اللي بيوفروا الدعم اللوجستي والخدمات الإدارية المركزية. طيب، خطوات بناء مقدمة بالإنجليزية، ما بعرف ليش، رح أحاول نقرأها مع بعض. كبر الخط شوي. احفظ لي المراحل بالترتيب. ممكن يجيك السؤال، ما هي المرحلة الثانية؟ ما هي المرحلة الأولى؟ ما هي المرحلة الثالثة؟ عامل لك أول ستيب لحتى أبني مخطط الخدمة، identify the process to be blueprinted. أول شيء عرف العملية، عملية تقديم الخدمة بدي أعرفها وبدي أحاول أقسمها لأجزاء. الخطوة الثانية step number two، identify the customer or customer segment. بدي أقول أنا مين الزبائن اللي متوجهت لهم، مين القطاع السوقي اللي بدي أخدمه. أكيد حسب القطاع السوقي اللي بدي أخدمه مراحل تقديم الخدمة بتكون بسيطة أو معقدة.
إذا كتير مهم بالخطوة الثانية حدد الزبائن أو القطاع السوقي للزبائن المراد تخديمه. إذا صار عندنا مرحلتين، تحديد العمليات وإجزائها، تحديد الزبائن أو القطاعات السوقية المخدمة. بالمرحلة رقم 3 Map the process from the customer's point of view. بدك تحط أو ترسم خريطة للعمليات، برافو عليك منير، من وجهة نظر العميل. Step number 4 Map contact employee actions on stage and backstage. بدك تحدد أو ترسم مخطط لنقاط الاتصال، إمتى عم يتواصل الزبون مع العاملين، سواء بالمكتب الأمامي أو المكتب الخلفي. إذن رسم مخطط للاتصال القائم ما بين الزبائن من جهة والعاملين بالمكتب الأمامي والخلفي من جهة تانية. Step number 5 Link customer and contact based on activities to the needed support function. هلأ أنا قسمت لنقاط اتصال، بكل نقطة اتصال بدي حدد عمليات الدعم المطلوبة support function. آخر مرحلة add evidence or series of services at each customer action step. بكل مرحلة من المراحل بدك تضيف evidence. evidence يعني دليل، بنسميه physical evidence، دليل مادي. إذا مو بس حددت نقاط الاتصال والأشخاص اللي بتفاعلوا مع الزبائن، بدي حدد الإيفيدنس يعني الدليل المادي بكل مرحلة من هذه المراحل. في سؤال طلاب، هدول المراحل الستة بتحفظوهم بالترتيب لأنه هي عملية تسلسل منطقي، تمام؟ حاطين لك مثال هون كمان تاني عن خريطة فندقية، ما بعرف كتير حجم الخط واضح مقروء عندكم، طلعوا عليها لأنه حكيناها من شوي. بتحكي بدءا من الوصول إلى الفندق وإعطاء الحقائب للحمال، تسجيل الدخول، الذهاب إلى الغرفة. ما كثير واضح الخط بصراحة. استلام الحقائب، الاستحمام والنوم كاتبين، طلب خدمة الغرف، استلام الوجبة، الأكل، تسجيل الخروج والمغادرة. فمقسم لك إياهم لمراحل تفصيلية، وكل مرحلة قايل لك شو دور المكتب الأمامي، المكتب الخلفي، عمليات الدعم، ومين الأشخاص المسؤولين، وشو هو الدليل المادي المرافق. يعني لاحظ قايل لك عند الوصول للفندق تصميم المرآة، عند إعطاء الحقائب للحمال شكل عربة الحمل تعتبر جزء من الدليل المادي، عند تسجيل الدخول للفندق مكتب الاستقبال أوراق شكل المفاتيح، عند الذهاب للغرفة كثير مهم شكل المصعد والممرات بين الغرف، عند استلام الحقائب عربة حمل الحقائب، الاستحمام والنوم كل ما يخص أثاث الغرفة، ألوانها، تجهيزاتها، بياضاتها، عند طلب الطعام قائمة الطعام دليل مادي، عند استلام الوجبة عربة تقديم الطعام شكل الأطباق الأدوات المطبخ المستخدمة، الأكل بشكل العام للطعام كيفية تقديمه بطريقة فنية، آخر شيء تسجيل الخروج شكل به الفندق تصميم الداخلي والملعب. قرأوها بالتفصيل، هاي تعطيكم مثال واضح كيف تخطط خدمة لفندق. هلأ بوظيفتكم مطلوب منكم بأحد الطلبات ترسم خارطة خدمة. كانت الوظيفة شو عم تحكي؟ عن خدمات صيانة صح؟ أدوات كهربائية منزلية أونلاين؟ نو طلاب؟ صح، متذكرة مع أنه من قبل العيد ما اطلعت عليها. كويس. هات لشوف، تعال هيك نشغل ذهننا، شو هي مراحل تقديم الخدمة؟ انتبه، الخدمة أونلاين، بدك تراعي هذا الشيء لما بتصمم خارطة الخدمة، مراحل، وشو خط الرؤية،
لما الخدمات اونلاين كتير خط الرؤية بيصير يعني قريب، قليل كتير الشغلات اللي بشوفها الزبون، صح؟ ومثل لما بروح على ورشة. شو مراحل تقديم الخدمة في حالة وظيفتكم؟ شو بيختص لكم تكون المراحل؟ لأنه مطلوب منكم بالوظيفة ترسموا مخطط خدمة توضحوا فيها ما هي مراحل تقديم الخدمة، كل مرحلة من المسؤول عنها، وما هو الدليل المادي المرافق له. إيه حبايبي يا حلوين، منير يكتب، بطل يكتب منير، مهند يكتب، الصبايا نائمات في العسل، لا جورجينا تكتب، ظلمناكم. شو القصة؟ تمام، أول شيء طلب الخدمة، كيف سيتم طلب الخدمة مهند؟ أونلاين. صفحة موقع الشركة، فالدليل المادي المرافق لها هو كيفية تصميم الموقع، كيفية تصميم الموقع من حيث الألوان، القوائم المسجلة، سهولة الوصول للأرقام، المعلومات عن الخدمات المتوفرة والتسعيرة، كل هاي جزء من الدليل المادي المرافق للمرحلة الأولى اللي هي عملية التواصل لطلب الخدمة. طلبنا الخدمة، شو الخطوة الثانية؟ سهولة وصول السلعة للزبون. نحن هون ما عم نقدم سلعة، هون عم نقدم خدمة. ليش الخدمة شو؟ مو خدمة صيانة؟ دوختوني ها؟ ايه صح، طرود شو اللي بدي بعت لهم اياها؟ انا بدي اروح لعندهم على البيت جيب الادوات الكهربائية، اذا بتنصان بمكانها مستعقيد التوقيت، برافو. إذا الوصول إلى مكان منزل العميل أو مكان تقديم الخدمة، برافو عليك، صحيح. نسيت الوظيفة، فعم حقائب مين يا حلوة؟ ليس عندنا حقائب، بس ما عم نحكي عن خدمة صيانة أدوات كهربائية في المنزل، بحجز أونلاين وهم بيجوا لعندي على البيت. إذا بتصلح بمكانها بصلحها، وإلا أنا كشركة باخدها على الورشة بصلحها وبرجعها. طيب واضح يا حبايبي إنكم معايدين، ما فيها حكي، واضح إنكم معايدين ونسيانين شو الوظيفة. لذلك إيه بدك بدي مخطط. هلا هذا مخطط العملية الصندوقية معقد لأنه مراحل كتير، بحالة صيانة الأدوات المنزلية عندكم مرحلتين ثلاثة بكفوا، ممكن يطلعوا 3 أو 4 مراحل مو أكتر. بس بدي الطالب يميز إنه الحجز أونلاين، ما يروح يقول لي دليل مادي بناء وما بناء ولباس، ما له معناته فهم عن الوظيفة، فهمتوا علي؟ بدي يعني ينتبه كل مرحلة شو شروطها. هلا بركي الأسبوع الجاي لما بنكمل هاي المحاضرة بتكونوا رجعتوا عم تشتغلوا على الوظيفة وبنتناقش أكتر، لأنه اليوم حاسسكم لسه معيدين. هي خلص حلو العيد عندكم ولا ما خلص؟ خلص معناته خلص العيد عبد المؤمن، لازم بقى تركز. اللي ما خلص عنده بنعطيه مهلة يومين ثلاثة يخلصهم. والله مضطرة عندك سفر بسيطة، خلص عذرت معك. بس عم يقول منير لسه ما بلشنا بالوظيفة، في غلط منير بكره بيسرقك الوقت. نصيحة سابقة ابدأوا بالوظيفة فورا، خاصة موضوع تشكيل المجموعات، اللي بيتأخر ما حدا بيضمه على مجموعته، فبيصفي هيك طائر خارج السرب. طيب ننتقل لأهمية بناء مخطط الخدمة. ما هي فوائد المجهول من بناء مخطط الخدمة؟ الحقيقة لما أنا أقسم العملية إلى مراحل جزئية كثير فيني أحدد وين نقاط القوة وين نقاط الضعف، وين كان في مشكلة. يعني افترض أنت الزبون إجى لعندك واشتكى
تمام، من بياضات السرير ليست نظيفة كما يجب، مين بيكون المسؤول؟ تقسيم خارجة الخدمة بتحدد مين المسؤول عن تبديل الشراشف والمناشف وهي الأمور رون سيرفيسز. وشو شكل الدليل المادي؟ شو شكل الشراشف المقدمة ودرجة نظافتها وتعقيمها؟ هالخلل هاد بيرجع هيك على خارجة الخدمة، اختصاص خدمة الغرف، وبالدعم قسم الدعم اختصاص قسم التنظيف والكوي. في خلل بهاي النقطة بوجههم بعاقبهم بحسن أداء الخدمة، ما بعاقب الموظفين بالمكتب الأمامي، ما بحكي شيء مع العاملين بالمطبخ، ما لهم علاقة. تقسيم العمل إلى مراحل مفيد للمحاسبة، تسهيل المساءلة، لأنه كل واحد مسؤول عن شيء. فأنا بحدد نقاط ومناطق الخلل أو الفشل وبحاول صححها. أيضا رسم خط الرؤية بحدد لي تماما شو الجزء اللي بشوفه العميل فبهتم فيه من حيث الديكور، الألوان، الشكل، والجزء اللي ما بشوفه العميل. الجزء اللي ما بشوفه العميل ممكن يكون أقل أناقة، صح؟ يعني مثلا بالمطاعم الفخمة بتلاقي صالة المطعم كتير راقية ومرتبة والطاولات أفخم ما يكون، وتروح على المطبخ تلاقي عادي مانو مبهرج ولا في، لأنه العميل ما بيشوفه. ما في داعي أنا أنفق على ديكورات أو لوحات أو زينة بمناطق ما بيشوفها العميل. هلا العميل بده يدخل مثلا على التواليتات والحمامات، بتلاقي بالفنادق الضخمة بيهتموا فيها، بيجيبوا أحسن أنواع سيراميك، بيجيبوا أحسن مغاسل، لأنه هي جزء من الدليل المادي اللي بده يعبر عن فخامة المكان ونظافته وأناقته. إذا بيحدد خط الرؤية بيفيد خط التفاعل في توضيح الفواصل بين أقسام الشركة، إن خط التفاعل بين مين ومين طبعا لازم تكون عم تلمع وظيفة خاصة في ظل الظروف الصحية السيئة اللي عم نمر فيها. النظافة ثم النظافة ثم النظافة. هلا خط التفاعل الداخلي إنه بين مين ومين، هات لشوف مين مركز معنا. ما حدا مركز؟ عبد المؤمن مركز الحمد لله. خط التفاعل الداخلي، شوفوا جورجينا بدها تسبقكم، ديروا بالكم منها. شو صار معكم؟ هلا رسمناها بخارطة الخدمة. ايه هدي كان فاصل بين مين ومين؟ كان فاصل بين العاملين بالمكتب الأمامي والعاملين بالمكتب الخلفي. عفوا، العاملين بالمكتب الخلفي وعمليات الدعم، وعمليات الدعم، بينما الخط الفاصل بين المكتب الأمامي والمكتب الخلفي هو خط الرؤية. طيب تحديد التكلفة والعائد من كل عنصر من عناصر تقديم الخدمة، توفير قاعدة عقلانية لأنشطة التسويق الداخلي والخارجي. هلأ التسويق الخارجي معروف هو التسويق الموجه للعملاء، التسويق الداخلي لمين موجه؟ شو يعني تسويق داخلي؟ حكيناها بالمحاضرة الأولى. ذاكرين هيك شيء أو لا؟ إذا لا قولوا لي لا. لا، في شغلة عم تزعلني منكم. للموظفين بشكل عام عبد المؤمن، للموظفين بشكل عام، الموظفين موجودين بالشركة. هلا في شغلة عم تزعلني منكم، عم تحضروا تهتموا بس حاسة ما عم تركزوا بالمحاضرة، يعني ما عم تعلق المعلومات بذهنكم، بدي هيك شوية اهتمام أكتر.
هلا الأنشطة التسويق الداخلي هي النشاطات اللي بتقوم فيها إدارة الشركة للتواصل مع الموظفين الموجودين عندها لتسوق لهم أفكار مثل الاهتمام بالزبائن، وضعه في مركز اهتماماتهم، تطوير العمل التسويقي إذا موجه للموظفين من خلال جهود التدريب التطوير، من خلال جهود التمكين. شو يعني التمكين؟ يعني إعطاء فرصة للموظفين لإبداء آرائهم، طرح مقترحاتهم، مناقشتها، المشاركة في عملية اتخاذ القرار، وعملية التحفيز. إذا جهود التسويق الداخلي هي جهود موجهة للموظفين لزرع فلسفة الاهتمام بالعميل في أذهانهم من خلال تدريب، تطوير، تمكين وتحفيز. وبتعرفوا طلاب، التحفيز قد يكون مادي من خلال رواتب، مكافآت، أو قد يكون معنوي من خلال ترقيات، من خلال تكريمات. والتحفيز المادي والمعنوي بنفس السوي من حيث الأهمية، صحيح جورجينا؟ يعني التحفيز المعنوي لا يقل أهمية عن المادي. تخيل معي أنك موظف ببنك وبيعطوك أحسن راتب بس بيعملوك بطريقة سيئة، ما فيها احترام، ما فيها تقدير، ما فيها تعامل إنساني، هل ستكون سعيد؟ أكيد لا. المال مهم بس الجانب المعنوي مهم كمان، صحيح. طيب كنا عم نحكي عن التسويق الداخلي. تساعد خارطة الخدمة على تحسين جودة الخدمة المقدمة. حكينا المحاضرة الماضية بالتفصيل عن جودة الخدمة ومقاييس الخدمة. كان أهم هالمقاييس مقياس سيرفيس كواليتي. متذكرين شو كان عناصره؟ حدا عم يدرس لا سمح الله، لا قدر الله، بعيد الشر عن قلبكم، تكونوا عم تدرسوا محاضراتكم أول بأول، بخاف عليكم. يا حبايبي حلوين. إيه ماشي. المحاضرة الجاية بدي أسألكم عن سيرفيكوال، تكونوا دارسين. صاروا خمس فصول، ما عم اقول ادرسوهم حفظ، هلا عم نحرجكم، ما عم اقولكم ادرسوهم بصم للامتحان هلا، بس اطلعوا عليهم اطلاع يا شباب يا صبايا. هلا اعادة تصميم عمليات تقديم الخدمة. هلا سيرفيس ريديزاين اعادة تصميم. احيانا بكتشف انا كادارة انه تقسيمي للخدمة إلى مراحل في خلل. كيفية وضع خط رؤية بين مكتب أمني وخلفي، خط تفاعل بين مكتب وخلفي ودعم، في خلل، في مشاكل، أنا بحاجة إلى إعادة تصميمها بهدف التحسين. طبعا الهدف هو التحسين وزيادة كفاءة العمليات، فمو غلط، مو غلط إني أنا كل فترة أعمل مراجعة لمراحل تقديم الخدمة وأعدلها. حتى أحيانا نقترح كثيرا من الأحيان أن يتم دمج العمليات، هذا بنسميه تبسيط الإجراءات، تسهيل عملية تقديم الخدمة. يعني افترض معي مثلا طالب بالجامعة الخاصة بده أول شيء يسجل أونلاين، بعدين يجي يدفع بالبنك، بعدين يروح على مكتب تنسيق ينزل مواده. فنحن بنقول خلي عملية مثلا بعد ما ينزل مواده في مرحلة أخرى هي مرحلة التوزيع على الشعب، فبنيجي بنقول تعالوا نعمل عملية تسجيل على المواد وتحديد الشعب بمرحلة واحدة. هيك بوفر إجراء، بوفر وقت، بوفر جهد، بوفر موظف. إذا في ميل عام لتبسيط الإجراءات ودمج المراحل إن أمكن، إن أمكن. هلأ حتى أقوم بعملية إعادة تصميم الخدمة بدي أجاوب على الأسئلة التالية. شو هي الخطوات الحالية؟ هل التسلسل الحالي سليم ومنطقي؟ أحيانا بيكون في خلل، هذا بنلاقيه كتير بمؤسسات القطاع العام للأسف كتير، بتطلع دراج وبتنزل دراج وبتروح لعند موظف مرة وثنتين وثلاثة، ما يعني في خلل بالترتيب، في أيوة بيكون غير منطقي. هل يمكن التخلص من بعض الخطوات ودمجها؟
حتى أوفر وقت وجهد سواء على العميل أو على الموظفين. أين من متى من الضروري أن يتواجد العميل ومتى لا؟ يعني أحيانا العميل لازم يكون موجود، أحيانا لا، ممكن ينوب عنه حدا. أين من الممكن التخلص من الاتصال مع الزبون أو تخفيض مشاركته؟ يعني بأتمتة العمل، ببسطه حتى ما يكون من الضروري يتواصل مع الزبون. هل يمكن نقل بعض الخطوات أو الأنشطة إلى مكان آخر؟ كل هذا بدي أنا أجاوب عليه. مثل لما بقول أنا خدمة صيانة سيارات، بدي خفض بسط الإجراءات، فبقول له للزبون لا تيجي أنت على الورشة، أنت بس أعطيني عنوانك على التليفون، أنا ببعث لك من عندي شخص ثقة مع بطاقة معترف فيها، بتسلمه السيارة، هو بيجيبها على الورشة، بنصلحها وبنرجع لك إياها. أنا بسطت عليه الإجراءات، خفضت التواصل معه، خفضت مشاركته، ريحته قدر الإمكان. أيوة، 1000 طابع أو 1000 ورقة، صحيح. في عنا كتير روتين بالمؤسسات العامة يجب إعادة النظر فيها بالخطوات بسيطة. ما الأهداف من إعادة تصميم الخدمة؟ عميلك أول شيء تحسين إنتاجية الموظفين والعملاء. طيب، مين منكم بيعرف لي ما هي الإنتاجية؟ مصطلح كتير مهم أنتم دارسينه بأساسيات الإدارة وبتكرر معكم بكل مواد الإدارة. الإنتاجية productivity. productivity ما معنى إنتاجية طلاب؟ هات لأشوف، عرفوا لي إياهم. مهند غادرنا، خير؟ كمان مسافر؟ شو يعني شغل الموظف الواحد؟ وضحي لي أكثر هديل. أيوة، في شيء اسمه مدخلات ومخرجات. أها، مين هلا هي كسر، بنقول الإنتاجية تساوي كذا على كذا. مين بالبسط ومين بالمقام منير؟ مدخلات أم المخرجات؟ أنت عم تحكي هدير عن إنتاجية العمل، هي أحد أنواع الإنتاجية الجزئية. يعني أنا بقسم حجم العمل المنجز خلال فترة محددة على عدد العمال، تطلع إنتاجية العمل الواحد. نفس الشيء جورجينا عم تحكي لي عن إنتاجية العمل، بس أنا سألت عن الإنتاجية بشكل عام. إنتاجية القاعدة العامة لإلها هي المخرجات تقسيم المدخلات output على الانبوت. output هي حجم الإنتاج أو قيمته، الانبوت المستلزمات العملية الإنتاجية التي دخلت لإنتاج المخرجات. ممكن أنا أخذ إنتاجية كلية، يعني أحسب كل عناصر الإنتاج، عمل ومواد أولية وطاقة و و و، أو ممكن أحسب إنتاجية جزئية مثل اللي حكيت عنها هديل وجورجينا، إنتاجية عنصر العمل. قسم حجم الإنتاج على عدد العاملين، تطلع إنتاجية العامل الواحد. في تقسيم أسلوب ثاني، قسم عدد حجم الإنتاج على عدد ساعات العمل، تطلع الإنتاجية في الساعة الواحدة. ممكن أنا أحسب إنتاجية جزئية للآلات، قسم إنتاجية العمل أو عفوا إنتاجية حجم الإنتاج على عدد الآلات، تطلع إنتاجية الآلة الواحدة. انتبهتوا؟ ممكن أنا أحسب إنتاجية المواد الأولية، حجم الإنتاج على حجم المواد الأولية المستخدمة، تطلع نسبة وتناسب. كل ما زادت القيمة معناتها أنا ما في هدر، عم بستغل الوقت، عم بستغل الموارد أفضل استغلال ممكن. إذا المخرجات على مدخلات، لازم أنا بالمدخلات الموجودة عندي حقق أكبر قدر ممكن من المخرجات. فالموظفين اللي عندي بدي أحسن إنتاجيتهم، يعني وقت العمل بدل ما يخدم 5 زباين بده يخدم 6 و7 و8. ليش عم يقولوا العملاء؟ لأن العملاء أحيانا شركاء في عملية تقديم الخدمة، وهي حكيناها من المحاضرات الأولى. أحيانا العميل يشارك في عملية تقديم الخدمة، فإله دور برفع الإنتاجية أو تخفيضها. السبب الثاني أو الهدف الثاني
من أهداف إعادة تصميم الخدمة هو تخفيض حالات الفشل. الفشل كتير سيء، بيؤدي عدم الرضا، بيؤدي كلمة فم منطوقة سلبية، بيؤدي إلى تحول الزبائن إلى المنافسين. فأنا بدي أخفض حالات الفشل. في حال حصل الفشل يجب معالجته من خلال استقبال الشكاوى، تحدي أسباب الأخطاء ومعالجتها. أيضا بيفيد إعادة تصميم الخدمة في تقليص وقت الانتظار. مو إلنا بدنا ندمج مراحل مع بعضها، بدنا نختصر مراحل، فأنا بوفر وقت. زيادة رضا العملاء وولائهم، كل ما بسطت الإجراءات وخفضت حالات الفشل كل ما رفعت رضا العميل وولائه. في سؤال طلاب؟ هذا السؤال الوحيد اللي بتجاوبوا عليه كلكم وبسرعة. طيب، طرق إعادة تصميم الخدمة. ممكن أنا أحول الخدمة من خدمة عادية بالضبط لأنه ما بده تفكير. ممكن أحد الحلول المتاحة عندي حول الخدمة من خدمة مقدمة من الموظف إلى العميل إلى خدمة ذاتية. واليوم الطلاب حقيقة بهدف تخفيض العمالة وتخفيض عدد اليد العاملة وأجورها، لأن عنصر مهم من تكاليف الإنتاج، عم تلجأ كثير منظمات لموضوع التحول للخدمة الذاتية أو سيلف سيرفيس. شو رأيكم بموضوع السيلف سيرفيس؟ لأنه هي المستقبل. بيقولوا لك بالمستقبل معظم الخدمات ستقدم بأسلوب السيلف سيرفيس، والتكنولوجيا الحديثة أو التقنيات الحديثة تسمح بذلك. يعني بعطيك مثال، شركة SNCF الخدمة الذاتية، إيه مثلا بعطيك مثال، شركة SNCF سرحت عدد كبير من العاملين لديها بعد ما عملت صرافات آلية بتوزع تذاكر السفر، وزعتها بالأماكن الحساسة بالمدينة المزدحمة، وزعتها بالمحطات القطار. فأنا ما في داعي بقى أروح على مكاتب خاصة بشركة الخطوط الحديدية الفرنسية، لا، أنا بشوف بالمحطة صراف للتذاكر، بروح بضغط على أزرار بيطلع لي شو الرحلة اللي بدك إياها، من وين لوين، أي كلاس، شو مواصفات الرحلة، التوقيت، بتطلع لك القيمة، فأنت بتحط بطاقتك المصرفية، بتدفع وبتطلع لك البطاقة من تحت، فأنت أجريت عملية الحجز لوحدك من دون ما تتفاعل مع موظف. فكرة حلوة ومريحة، بتفضلي على التعامل مع الموظفين العاديين هديل؟ هي بتوفر صفوف انتظار، وبتوفر أخذ وعطي ولعي، خاصة يعني موظفينا كتير لطيفين ومبتسمين ومعطائين. تلاقي كل موظف كرهان حياته وضاربك مني إنه عم يخدم عليكي. فأنا إيه، فضل الآلة. نعم، للأسف. هلا في بعض يعني الادعاءات او الانتقادات اللي وجهت للشركات انك انت عم تحول الزبون لموظف عندك يا رجل، هو عم يقوم بعملية الحجز والمراحل، هل عم تاخذ وقت وجهد منه؟ بيرد عليهم بيقول لهم انا عم اوفر له بالعكس وقته. مثلا بالكازيات عنا متعودين ما بننزل من سيارتنا، بتلاقي العامل بيركض بياخد بيعبيلي بياخد الفرد بيعبيلي وأنا بحاسبه من ورا شباك السيارة وأنا قاعدة، فهو يعني عمليا عم يأدي لي الخدمة. برا ما بتلاقي هيك، كلياته خدمة ذاتية، أنت بتنزل بتعبي وبعدين بالبطاقة المصرف بتدفع وبتمشي، خدمة ذاتية. بالمطاعم كيف أنا جبت خدمة ذاتية؟ ايه انتوا الشباب شاطرين، والله انا شخصيا ما بنزل من السيارة. انت عم توفر عليهم، انت فيك تضل قاعد، بس بكتير من الاحيان قلة الثقة للاسراع بالعملية بتفضلوا تعبوا بنفسكم، اما شكل الخدمة ما انا ذاتية. ايه
بالمطعم كيف تكون شكل الخدمة الذاتية؟ نحن لا شو تستلم الطلب؟ أنا ما بجيب لك طلبات على البيت؟ لا، هي قمة الخدمة اللاذاتية، عم يوصلوا لعندك يا حبيبتي. لا، ما ضبطت. نو، البوفيهات المفتوحة. انتي رايحة على مطعم، لا حدا يخدم عليكي، ينزل لك صحون، يشيل لك صحون، ما بالخدمة الذاتية بالبوفيهات المفتوحة. انتي بتحملي الصحن وبتروحي على البوفيه، بتعبي وبترجعي على طاولتك، بتقعدي بتاكلي، تمام. وبعدين الصحن الباقي، تمام، بتروحي انتي على مكان محدد لتحطي فيه الصحون الفارغة والما نظيفة. فانتي وفرتي عليهم شغل الجراثيم. كم جرسون ليخدم على صالة طويلة عريضة؟ لما أنا عملت بوفيه مفتوح وفرت عليهم إكيب كامل أو فريق كامل من العاملين في مجال خدمة الزبائن. فوفرت عليهم يد عاملة، وفرت عليهم رواتب، وفرت عليهم توظيف الجراثيم، تمام. هلا، من بعض من أشكال عدم تقديم الخدمة ذاتيا، من أشكالها حذف الخطوات غير الضرورية، الدمج مثل ما قلنا، تقديم الخدمة في موقع العميل. اليوم في كتير خدمات تقترح عليك لا تجي لعندي، أنا بجي لعندك. في كتير كوافيرية وبدي ناس بيعطينهم التجميل، باديكير ومانيكير، بيقولوا لا للسيدة لا تجي، أنا بجي لعندك على البيت. في كتير خدمات صيانة لأدوات كهربائية المنزلية، بيقول لك لا تتعذب وتجيب لي أدواتك، أنا بجي على البيت بصلحها، وإذا بدك تصليح باخذها وبجيبها. السيارة نفس الشيء. أعطوني أمثلة على خدمات تقدم في البيت اليوم. طبعا بتسهل، خاصة السيدات الكبيرات بالسن، والله حتى الصبايا يا هديل صايرين كسالى. الخدمات التي تدفع عبر الإنترنت مثل سبور تبع الإنترنت. شو قصدك عبد المؤمن؟ ما عرفتها هي. انه كوتش بتواصل معه عبر النت، كوتش رياضة. اليوم في انواع من الكوتش الرياضة بيجي على البيت، بيعمل لك تمارينك، بس كل شيء بثمنه طبعا. خدني في مي. ما احلاهم لما بيسكتوا دفعة واحدة. طفش منير، وين راح منير؟ لا 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 يا منير، خس الكهرباء عنده بجوز. أرجع منير، ولا يهمك. كان السؤال عزيزي، أعطيني مثال عن خدمة أصبحت تقدم في بيت العميل، ما في داعي هو ينزل من بيته ويروح ياخذها. ببساطة توصيل الأكل لعندك يا رجل، توصيل الأكل لعندك، الكوافير اللي بيجي لعندك، مدرب الرياضة اللي بيجي لعندك، ما في داعي تروح على الجيم. اليوم في كتير خدمات، الأطباء كل عمرهم هني بيجوا بيخيروك، تيجي على يدي ولا أنا بيجي لعندك على البيت. على البيت أنا باخذ فيزيتا أعلى. خدمات التمريض في حال الرجال الكبار أو المريضين ما بيقدروا ينزلوا لا ياخذوا قياس الضغط أو السكر أو الحقن. في ممرض بينتقل وبيجي لعندهم على البيت بس بياخذ فرق مواصلات. اليوم في كثير خدمات صارت تقدم في منزل العميل. حتى برافو عليك منير، اليوم في كثير مخابر بتقدم لك خدمة إنه يبعث لك فني ياخذ منك عينات الدم وعينات السوائل الحيوية المختلفة، البول وغيرها، وبياخذها على المخبر وبيرجع لك مثلا النتائج او بيبعت لك اياها بالواتس. طيب، نحن بدنا راحة العميل،
انه قدر الامكان قدم له الخدمه وهو مرتاح بظروفه الطبيعيه. طبعا تستخدم كثير مع الاشخاص كبار السن هذيل، لانه عندهم تنقل عمليه صعبه. قد عرض الخدمه ضمن حزمه، مثلا الخدمات السياحيه كثير تستخدم اسلوب الحزمه. انا بقول لك حجز فندقي مع حجز الطياره مع 3 وجبات مع الإرشاد السياحي كله حزمة واحدة قيمته كذا. شو فائدة عرض الحزمة؟ إنه عادة قيمة الحزمة أرخص مما لو اشتريت الخدمات فرادى وجمعتهم. يعني أنا لو بدي أحجز لحالي الطيارة ولحالي الفندق ولحالي إرشاد سياحي بجوز يطلع المبلغ أكثر بكثير، بينما أنا بتقدموا لي بحزمة بصيروا أرخص. وهذا أكيد عبد المؤمن بيجيب زباين وبيجذبهم أكثر. صحيح، إعادة تصميم البيئة المادية، مو قلنا أنا قسمت العملية لعدة مراحل وكل مرحلة الموظف المسؤول والدليل المادي المرافق. من فترة لأخرى بدي أعيد النظر بتصميم البيئة المادية المحيطة، هل هي صحيحة؟ هل هي متقنة؟ أم أنها بحاجة لإعادة تصميم؟ أعطوني مثال، مثلا لما دفعت فاتورة بمطعم عجبكم الدليل المادي اللي ترافق مع الفاتورة، وشو كان؟ عم تروحوا على مطاعم؟ دكتورة عم تحكي من فوق الأسطح كأنك. بلا المقيمين في سوريا، المقيمين في الخارج، المغترب. ولا مرة كنا سوا. زوروني كل سنة مرة. لا مهند أنت مقصر، كل سنة مرة يا رجل. أحييك، أنت مستهلك عقلاني رشيد. شو بقى للبيت يعني؟ طيب تعالوا نتوجه للمقيمين بالخارج، ما المعنى مقيم في الخارج؟ هذول بيروحوا على المطاعم كتير. بلشت فضايح يا ابني، بلشت تفاصيل. هلا بتشمت المغتربين فينا، نحن بدنا نوجهنا نضرب للمغتربين. منير شو عم تقول؟ أنا مقيم بالخارج بس صار لي سنة بالبلد، كيف يعني؟ لا ضيعتني، أنت هنا أم هناك؟ إيه؟ ورجعت لك سنة بعد ما أخذت بعد ما أخذت الجنسية؟ اه دكوخ، ايه دكوخ. لا خلاص بقول لك الك سيدي في سوريا مقيم انت هون. اذا بعتذر عن السؤال، بعتذر عن السؤال. الجيش بدأ 8 سنين. واو اكثر من فرنسا، بعرف فرنسا 5 سنين، 8 كثير. يلا ان شاء الله خير، حتى لو أخذت الجنسية بتبقى من هالبلد وبتفكر أكيد لما تروق الأحوال ترجع لها وتساهم فيها. 8 إلى 9 إن شاء الله خير. طيب آخر فقرة راح أعطيها اليوم، موضوع التغذية الراجعة من العملاء ودورها في إعادة تصميم الخدمة. شو يعني التغذية الراجعة والفيدباك؟ هي معلومات اللي أنا بحصل عليها من العميل، ملاحظاته، شكواه، هل عنده ملاحظات سلبية على عملية تقديم الخدمة؟ هل عنده ملاحظات عن الموظفين، على وقت الانتظار؟ تقييمه العام صحيح، هذا كنز يعتبر بالنسبة لمنظم الخدمة، لأنه ممكن يحط له تحت المجهر ما هي نقاط الضعف ونواحي الفشل، أسبابه، المسؤول عنها وكيفية معالجته. إذا لا تهمل أبدا الشكاوى المقدمة من العملاء والتغذية الراجعة. هلا قلنا بمحاضرات سابقة في كثير ناس ما بيشتكوا بسبب صعوبة الإجراءات، لازم بسهل لهم الإجراءات. في ناس ما بيشتكوا لأنه بيخافوا من المشاكل، لازم طمنهم إنه أنا ما رح أعمل لك مشاكل، بالعكس رح أتشكرك وأكون ممنون لإلك. أو إذا بتحب فيك تقدم الشكوى بشكل غير اسمي، فأنت بتتفادى المشاكل تماما، مثل إنه أنا حط صندوق بريد بيشبهه الفندق
او بيواجهوا البنك للشكاوى، فانت فيك تحط رسائل ورقيه تطلع الشكوى من دون ما توقع، من دون ما تحط اسمك، او امر صندوق بريد الكتروني، او اسمح بخط ساخن بنرد عليه على مدار الساعه. انا ما بطالبك تقلي اسمك، بس قلي شو الشكوى، شو المشكله اللي حصلت معك. كثير مهم الشكاوى تتاخد، تندرس، تتغربل، ناخذ الشكاوى المهمه ونعالجها ونحلها. أما المشاكل اللي بتكون بين قوسين كيدية شخصية ما صحيحة، بتحقق من إنه ما له وجه من الصحة وبتجاهلها. هيك بنكون وصلنا لنهاية محاضرة اليوم، ساعة حاجتكم. إذا وصلنا مشان تكوني الأسبوع القادم، صرنا عند مفهوم معايير أداء الخدمات بسلايد 15. بتمنى طلاب تكونوا اشتغلتوا على الوظيفة، واسمع منكم تساؤلات حول الوظيفة نجاوب عليها سوا. شكرا لحضوركم واهتمامكم، نلقاكم الأسبوع القادم بنفس التوقيت إن شاء الله. على الوحدة مو مناسبتكم؟ على الوحدة عفوا. تمام، منضل على موعدنا الساعة الواحدة بإذن الله. شكرا لكم، إلى اللقاء في الأسبوع القادم.